السلام عليكم. موقع اسمه نيرو AI بيشتغل بالذكاء الصناعي، بحيث بيعمل لك شوية خدع في الصور بتاعتك، زي مثلا ممكن تكون صورة بجودة قليلة فهو يبدأ يعلي لك الجودة بتاعتها بحيث تقدر تعمل زوم. ممكن تكون كاميرا مكانتش الزوم بتاعها واضح. ممكن تعالى نرفع صورة كده ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب انا اخترت الصورة ديت، هو بيبدأ يعمل لها ابلود بالشكل دوت، فبيقول لي انت عايز تعمل لها ايه بقى، اختار الموديل اللي انت عايزه. تمام، ممكن تعمل ستاندرد، ممكن اختار مثلا كارتون وولو ستارت، وخلي بالك انها تقدر تسطبها على الموبايل، جوجل بلاي او اب ستور او مايكروسوفت لو انت عندك ويندوز على الموبايل. فيبدأ يحول لك لي كرتون بالشكل ده. طيب في برضو ان انت تعمل تحسين للصورة، تقول له ستارت ويبدأ يدرس ويبدأ يحسن لك في الصورة، فيبدأ يعمل لك بعض التحسينات. تقدر انت تعمل زوم عشان تشوف ايه اللي تم تحسينه. طيب مش بس كده، لو انت عندك صورة ابيض واسود يقدر يعمل لك فيها الوان، يقدر مثلا تديله صورة وهو يبدأ يعمل لك فيها انيميشن، يكبر الصورة من غير ما يضيع الجودة بتاعتها. ده مثلا ترفع اي صورة ابيض واسود هو يبدأ يلونها. هنا ممكن ترفع صورة وهو يبدأ يتعرف على يعمل يتعرف على الوجه ويبدأ يعمل لها حركة، او ترفع فيديو بس يكون في يعني وجه واحد او كده هو يبدأ يتعرف عليه ويبدأ يعمل فيها حركة. طيب خلينا مثلا نرفع نفس الصورة ديت، ومفروض بقى ان انا ارفع فيديو هو يحط بقى الصورة دي هنا. خلينا نجرب، فاخترت فيديو واقول له ابلود، المفروض تعرف على الوجه ويحط بقى الصورة دي على الفيديو دوت. هو بدأ هو تعرف على الوجه، بدأ يعمل الحركة.